كل الوردوشه معلمه. ناموسيتك كحل يا سي قبضايا. معلش يا معلمه، اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت هرشتي؟ ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبت النمله في الحته بتاعتي. ما انا استاذنتك يا معلمه ان انا اغب على العيال دي. جري يا قبضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استاذنتني تقدبه لو اتلومد، استاذنتني تقصله لسانه لو طوله عليك، بس ما استاذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زغ منك بقدره قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقه. بقولك يا معلمه، العيال دول شويه عيال مالهمش لازمه. هتي يعني؟ انا اللي بقولك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشوميه والغباوه بتاعتك دي انا اجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. انت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خطرك مع نفسك. انا ما صدقت ظبطت المنطقه وسنتكتها، تيجي انت تعمل لي فيها قلق وتنطيط؟ ايه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينضف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه، نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشيه معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفازت تشوف الشغل. ولا مش عايزين وجع دماغ، اخلع عاد انت وهو من هنا. احنا جايين لمعلمه انشراح. معلمه انشراح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع عاد من سكتنا، نلعب في عينك الباخت اختيار. شفت يا معلمه؟ العيال دي عيارة فعلت. هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضاعة. استنى يا معلمه، استنى لغايه ما تجمعوا علينا ويضربونا. ما يصحش يا معلمه. هو بيقول لك جاي نقابل معلمه. واد يا كوتش في ايه؟ ده الواد زين ولاد حرب يا معلمه، عايزين يدخلوا بالعافيه. احنا واقعين في عرضك يا معلمه انشراح. تعالى يا حربي تعالى. الاذن يا ابو الشعوب. غلط غلط اللي بتعمليه ده يا معلمه، اكبر غلط. صباح القشطه على احلى معلمه فيك يا مصر. السجن عدلك لسانك وعلمك القلبان ده يا حربي. كله بفضله خيرك يا معلمه. ما تبطل سنتحه يا قاض. جرايه زين، كل شويه جاي لي بتوأم ولا ايه؟ ما تولعاش نار يا معلم قبضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمه بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمه ما عندهاش وقت اضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمه، ما تخلي المعلم قبضايا يخف عندنا شويه، احنا عيل غلابه ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز اقول يا معلمه ان احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا. والحته كلها عايشه من خيرك. يا معلمة معلمين الحتة وست ستات البلد. بس أنا سمعت إنك من ساعة ما طلعت من السجن وأنت عامل لبش. أنا يا معلمة؟ أنا عامل لبش؟ ده أنا خارج من السجن وحالف معتبه تاني، وكل اللي أنا عايزه إن آكل لقمة عيش وأمشي جنب الحيط. بس نعمل إيه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا أخويا اللي على راسه بطحة يحسس عليها. ولا تيه وأنت اللي جيب سيرتي على لسانه أطحوله. شايفة يا معلمة؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه، افرد الشراع وقدف لحد العربيه وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوه. معلش يا معلمه، معلم ابضايا بس اصل دمه حامي حبتين وحمق شويه، لكن الراجل برضه معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني. حقه يا معلمه حقه، بس ده كان طيش شباب يا معلم، وانا خدت جزائي 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت استاهلهم. اه والله العظيم كنت استاهلهم، لان في يوم من الايام اتجرأت ومديت ايدي دي اللي تستاهل قطعها على معلمي وطاج راسي المعلم قبضايا، اشرف بلطجي فيك يا مصر. وانا قدامك اهو بطلب منك العفو والمغفره يا معلم. سامح بقى. كنافه، انت بتاكلني كنافه وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نونا. انا يا معلم انا عايز انيمه نونا؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم. ده انت كبرنا وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجليا، وحاجه من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيا اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي. ولو مش مصدقني ادي راسك هيك. خلاص بقى يا بضاي، الراجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك، والمسامح كريم. احنا ولاد النهارده يا رجاله، واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة، خلاص الشيطان اللي جواها هينام ويشد اللحام.
انا شايفه مبطل قلق عشان المصلحه ما بتحبش القلق. واحنا برضو رجالتك يا معلمه ورقبتنا في داك. ايه يا حربي، هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ دمونا عيني يا معلمه والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم احنا اللي ننسى يا معلمه، المهم المعلم قبضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص خلاص. امرك يا معلمه. من بكره تنزلوا الشغل، بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه، هو في بعد قولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم قبضايا يرضى علينا، ده برضه كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعلنا. خير يا بركة. ايه دنيا؟ فينك يا دنيا وحشاني؟ فينك من زمان؟ انا موجودة يا اخويا، هو الحمد لله كويس. بقول لك ايه، ما شفتش حربي؟ لا حربي راح مشوار ولسه ما جاش. مشوار؟ طب بقول لك ايه، لما يجي قول له يحصلني على الخن بتاع زمان. اوعى تنسى يا بركة. لا لا الخن لا يا حمد، انا اول ما يوصل هقول له على طول. ماشي ماشي. سلام سلام. خن احلى حاجة الخن ده. سلمها لله واعمل ايه؟ السلام عليكم. صباح الخير يابا. هو انت جرى ايه يابا؟ ما وحشتكش ولا ايه؟ ايه اللي فكرت بينا؟ انت دايما على بالي يابا، بس انا اللي كل ما اجي اشوفك ما بتدينيش ريق حلو. ولا ما انت عارفه كده، ايه اللي بيجيبك؟ جرى ايه يابا؟ هو عيب يعني ناجي اشقر عليك؟ لا الله فيك الخير. ماشي خد دول يابا، خليهم معاك. ايه دول؟ فلوس تفك بيها زنق. خد فلوسك الوسخة دي وامشي من هنا. وسبق قلت لك كده قبل المرة 20. بقول لك ايه؟ انت لا بنتي ولا انا اعرفك. وانا متبري منك ليهم الدين. واحمدي ربنا ان انا كبرت وتهديت. انا لو بعبيتي. يابا بقى كفاية بقى مكبرة بقى. حرام عليك. ده انا بنتك من لحمك ودمك. وهفضل بنتك كمان لحد ما اموت، عجبك او ما عجبكش. خد الفلوس دي يابا، خليها معاك هتفك زنق. الدنيا بقت غالية اول يومين دول يابا، وانت كبرت خلاص ما بقتش قد الشغلانه دهيا. حقيقتك بقى تبطلها. امشي امشي. حاضر همشي، هبقى اجي اشقر عليك بعد كده. سلام. يا رب.